عايزاك تطلقني، ما بقتش طايقه العيشه معاك. انت ايه؟ انت لا نفع تكون زوج ولا نفع تكون اب. ده ده يا اخي معقد. في واحد في الدنيا عنده بنتين يبقى بيناديهم عثمان وابو القاسم. بتقول ايه؟ عمر انا بكلمك، كلمني انا. بطلي بقى الاسطوانه الحمضانه اللي انت حافظاها دي. ما تغيري بقى، انت ايه غاوي هنا كده؟ انت اللي عايز تجنني بقى مايلك السودا. مش كفايه ان زواتك اللي هي ما فوتها لك؟ بقول لك ايه؟ انا عمري في حياتي ما خنتك. غير ثلاث اربع مرات والموضوع ده خلص وانتهى من زمان وقفلناه، حتى الشغاله مشيتها عشان خاطرك. تصدق اشعرت من حنيتك عليا؟ شفتي؟ شفت في عينك. ده اوبشن سيادتك نازل بيه؟ انت المفروض ما تخونيش طول عمرك. اضربيني بيه احسن، اضربيني بيها كده ضربتين على دماغي. انا مش فاهم ايه اللي غيرك من ناحيتي؟ ايه اللي ما بقاش عاجبك فيا؟ بالكرش ده؟ اشفطي 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 على طول. بصي لنفسك في المرايه يا حبيبتي وانت تعرفي. المرياله اللي حضرتك مثبتاها طول الوقت، معتزه بيها على ايه؟ محسساني ان هي فستان الفرح؟ لابساها لي 24 ساعه. انت عارفه اخر مره شفتك كنت عامله شعرك فيها كان من امتى؟ فاكره؟ من قبل ما تخلفي على طول. وبعدين حقوقي الزوجيه يا هانم مش بتديها لي ليه؟ كل ما اقرب منك معلش اصل عندي ظروف، معلش اصل هصحي العيال بدري، معلش اصل حواجبي ورمت. حواجبي ورمت ايه؟ ايه علاقه الحواجب بالحاجات؟ اتلكك 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 عشان ما تعزلش، صح؟ عشان تقعد تعكس في الستات في الطلعه والنازله، صح؟ صح. ايه يا هبله انت؟ انا مش فاهمه يا اخي. ما كل الرجاله مبسوطه مع مراتها، صح؟ صح. حلوه النكته دي، حلوه. انت بتضحك؟ طب طلقني يا عمر. يلا بنت اجري من هنا. سديتي نفسك جاتك القرف. طب والله العظيم ما انا واكل. هاتي دي. انا نازل وسايب لك البيت ومش هعزل برضه. وسيب الطبق. يمكن كل خناقاتنا باخدها بهزار وبرجع اصالحها، بس انا بجد اتخنقت. مش ممكن تكون دي البنت اللي انا حبيتها قبل الجواز. ربنا يهديك يا سلمى. نورتي سويتك يا شابة. الله عمر، ده بنتفرج على السويت والنبي. نتفرج؟ ده انت هتتفحتي دلوقتي. ايه عمر، ايه التلاته دي؟ وش يا ابيض يا عرس انت. حبيب قلبي حبيب قلبي الابيض العرسي. طلعي ورقه وقلم وايميلاتك وفاكساتك وموبايلاتك ولابتوباتك وسجلي اهم لحظه، أهم لحظة في حياتك الزوجية. بس خلصت كل حركاتك؟ اتفضل. قديم قوي الجو ده، نمتي بقى وصفيق بقى واستمري. فاكرة استمري دي؟ ها؟ استمري بقى. لو قربت مني هصوت ولم عليك الاوتيل كله. يا بنت يا بنت. بس بس يا عمر. طب انا قربت اهو. ايه؟ يا نهار اسود. طبعا ما انت متعود على قلة الادب وكل يوم مع واحدة. انا مراتك يهبل. اتفضل افتح. يا عبيطة يا عبيطة، كنت بلبس دي عشان محدش يفهمنا غلط برضه. وبعدين بقول لك ايه بقى؟ ده عشر سويتة غيره عشان تفك. مالك في ايه بقى؟ الصبح طلع تخلي منظرنا وحش قدام الناس. هضلمها لك يا ستي، هضلمها لك عشان تفوكي بقى. فوكي بقى. اهلا. مساء الخير يا عمر بيه. شهر عسل سعيد يا فندم. الله يخليك. ايه ده؟ فين البطارخ والجرجير والحلاوه اللي قلت لك عليهم؟ هجيبها حالا لحضرتك يا فندم. ولا يهمك. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. مش اوكي؟ طارق يا ابو حميد؟ طارق. ماشي يا طارق. شكرا يا طارق. الله يخليك يا فندم. تاكلي؟ اه. اه؟ انت ايه ما اكلتي؟ عملنا ايه بالاكل؟ خلينا في السخنة يا جميل.
كله طبيعي على فكرة. سكر حلوة الدنيا السكر. فكي بقى، ما احنا مش هنرضيها كده. طب ارقص لك شوية؟ قديم أوي الجو ده يا عمر. أغني لك طيب؟ أنت قلبك قاسي أوي أوي، أنت مش بتحب كده وكده. فكي بقى. طب أنا هلعبك لعبة. كش ده؟ كش ده؟ أه؟ قشطة دي اتحرقت. كش ده؟ كش ده؟ كش ده. بص بقى يا ستي، هلعبك لعبة اسمها غمضي عينيا وشوفي إيديا. يعني هغمض عيني كده وافتحها، المكان اللي عيني هتفتح الاقي نفسي باصص عليه همسكه. ايه؟ انت ليه الادب؟ ليه بتفكري غلط ليه كده؟ ليه بتروحي شمال ليه كده؟ انا مش نيتي كده خالص. جربي بعدين. ده يلا اهو. شعرك حلو. ها ايديكي حلو. ها يلا. ايه؟ انا فاكره انت ما عندكش ده. بس ماشي ادب يا عمر. انت انت مراتي. عمر عمر بس يا عمر. عمر عمر هو ده بقى. هو ده استمري بقى. بس يا عمر عمر بس بقى. خلاص بقى، هو انت مش عارف صوت عمر. ماشي بطارخ، هروح افتح استنى. لو قمت من جنبي هقتلك. قد ايه انت سافله؟ ليه شهر العسل بيبقى مرة واحدة في الحياة وبإيدينا نخلي الحياة كلها عسل؟ ما تزعليش نفسك يا ماما، هما كل رجالة كده ما يملاش عينهم غير التراب. ده بابي ده أوفر قوي، كل ما يتزنق يمشي ويسيب البيت. أنا عارفة أنت بتحبيه على إيه الراجل ده؟ يا ساتر، هو على طول فاكس كده. نعم؟ حد يقول على بابي كده؟ بعدين إيه فاكس دي؟ فاكسان يعني. لا والله، سمعتوها فين بقى الكلمه دي؟ ان شاء الله في المدرسه. انا مش عايزه اسمع الكلام العيب ده تاني. اوكي سوري مامي. اتفضلوا امو يلا عشان وراكم مدرسه الصبح. هي الواحده يجي لها نوم بعد اللي حصل؟ ومين سمعك؟ نفسي تفرح بولادك يا عمر. معقول انت عمر اللي ما كانش بيسيبني لحظه؟
وربنا مديني عمر هفضل عايش بس عشان اساعدك. بحبك يا سلمى. والله يا بابا سلمى دي شكلها اتجننت، كل شويه حاسه ان انا بخونها، مش عارف اعمل معاها ايه. نزل رجلك يا سلمى. يا ابني يا ابني يا حبيبي اعقل بقى، ما انت اكيد اللي مديها الاحساس ده، اكيد ما حاسسها انك مهتم بواحده تانية غيرها. والله يا بابا لا تانية ولا تالتة، انا بصراحه بفكر. اوعى تنطقها اوعى تنطقها يا عمر، ما هو يا ابني لو كل واحد متجوز فكر يطلق مراته عشان يتخانق معاها، مفيش حد هيفضل متجوز في البلد دي. وبعدين ما تاخدني انا مثل قدامك اهو، من ساعه ما نعمت مراتي من 6 سنين ماتت الله يرحمها وانا ماسك نفسي، لا لمست ست ولا شفت ست. يا رشدي يا رشدي سبتني ورحت فين؟ الا الست دي يا ابن اللذين. احنا كده معلم شكلنا هنخسر بعض بسببها. اتجننت يا ديتا؟ دي مرات ابوك. ابويا الله يلا اخرس. نهلة اطلعي على طول دلوقتي يا حبيبتي وانا هلحقك فورا. وانا كمان يا حياتي. قسمة قسمة يلا روح اتخيم انت كمان. هتخيم دي بقى؟ طمني بقى انا عايز اطمن، رافع راسنا ولا كالعادة كفتة؟ كفتة اطمن ابوك المهلك. رشدي ما انت يلا بقى يا رشدي الله بقى على اوتك يا مروش. على اوتك يا مهلك. خلي عندك بقى. اموت انا وعيد السنة. بس بقى كفاية بس كفاية لا كفاية والله العظيم. سلمى يا بابا يا ابن المحظوظة العيب برضه ابويا ده. شك شك مرزوقة تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي. اسمعي كده من الاخر، انا بكره هروح للدكتور حمدي، ده راجل صديق العيلة والسطر وغطوا عليا وانا بثق فيه. ها نامي يا حبيبتي نامي، تصبح على خير. ايه يا عم رشدي مش سامع حاجة يعني؟ فين يا زمان؟ كانت السرخة بتهد جدران البيت. نام يا حبيبي نام واشتغلت لا تستهوى، نام يا حبيبي نام يا نونا، نامي نام نام يا نونا. ايه يا عم المهلك مش موفق ولا ايه؟ ده بجد بقى، وعمال بقى انا الاسد وارفع راسك لفوق. بقولك ايه، ما تيجي تنام جنب احسن، وبالمره تبقى حجه، ابني عمر هنا ومش هينفع اسيبه لوحده وكده يعني، وبالمره ابقى خلعتك بالشياكه. صوتي صوتي بقى، خلي عندك شويه كرامه اكتر. اديني قديمه يا حلو بأمرت الدكتور حمدي صديق العيله. يا ابن الكلب يا واطي. ايه يا سلمى ايه يا حبيبتي؟ بعدين ما انت غلطانه برضو، الولد عنده حق، مش كل حاجه طلاق طلاق طلاق. ايه اللي باينه في بقك دلوقتي؟ بقيت غلطانه يا انكل؟ ده انا مش عارفه اخد نفسي من البنت دي للبنت دي لشغل البيت لمشاكل الاستاذ، وفي الاخر يقول لي اتخنتي وبصي لنفسك في المرايه. الله عنده حق. ايه قصدي؟ جاتو شك في عين ابوه. شفتي كلمة الحق ظهرت الأول؟ كلمة اتقالت في ساعة شيطان مش حاجة يعني يا سلمى. ده أنا حاجتين يا أنكل بكلمه فيهم بقالي سنة وهو مطنش. أول حاجة إن إحنا نعزل. يا سلام. طب وتاني حاجة إيه بقى؟ لا بص بقى، أنا عايزة أفهمك حاجة يا اسماء. إيه اسمك إيه أنت؟ اتفضل يا معلم. نسيت اسم جوزها؟ ما طبعًا، ما هو من اللي بشوفه في عشتي معاك. كده بالكرش ده؟ شفوتي شفوتي شفوتي. مش عايز يعزل ليه بقى يا انكل؟ عشان يعكس في الستات والطالعه والنازله، ولما امسك انا موبايلي وافتش فيه يقول لي لا طبعا ما تمسكيش موبايلي، وهو يمسك موبايلي عادي جدا، صح؟ اه صح، ما تمسكيش الموبايل. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان انا الراجل. اتفضل يا انكل، الجمله المتخلفه بتاعته اهي. لا بقى يا حبيبي، الست زي الراجل بالظبط. على ابو شكلك. ايه؟ كوبايه ملزقه. معلش، ما انا بكلم مين؟ ما انت معقد. دي تاني حاجه بقى يا انكل، بنات ولا عارف يتعامل معاهم، دول ما بقوش طايقينه. ده حته عيل صغير مش عارفه تهنيني بيه. لا انت زودتها قوي، مش زودتها ده انت تخنتها. محدش مالي عينك ولا ايه؟ في ايه؟ اسمع عادي انت وطرطق لي ودانك كويس قوي. اسمعي، انت عندك حق في كل حاجه انت قلتيها يا سلمى. هيعزل من البيت ورجله فوق رقبته، اما بناته فانا اعرف كويس جدا اخليه يعرف ازاي يتعامل معاهم. بس اهم حاجه حبيبتي انت ما تزعليش. ها حاضر يا انكل. ما تكشريش بقى. حاضر. هو القمر بيكشر تاني؟ انت تاني عندك؟ شفتي قمر بيكشر؟ الله 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 الله. انا ملاحظ ان البوسه داخله على الشفايف. في حاجه وحضرتك مقبله قوي كده؟ ايه في حاجه ولا ايه؟ ما تقلقش يا عينيا،
ده اخره. طب اهو خلاص بقى. ايوه كده اتعدل وغير. يلا يا صالح. حلوه البصه دي. خش على المشهد الغرامي. خلاص خلاص كده بقى رعب. فكيت يعني؟ ها؟ خلاص بقى ابو سلمى. خلاص. ماشي. تمام؟ يا ستي اطلبي مني أي حاجة هعملها لك قدام الراجل الطاهر ده. طب تعالى معايا نجيب البنات من المدرسة. إيه؟ بتبصي لي ليه؟ هتروح؟ بتقول لك أنت. بتقولي أنا؟ نفسي مرة. مرة أروح أجيب البنات من المدرسة ألاقيك سابقني على هناك. عمرك ما هتتغير. ده انا